بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يملأ الأرض والسماء ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربنا من شيء بعد، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ثم الصلاة والسلام الأتمان على إمام الهدى وسيد الورى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تقدم في مجلس البارحة مطلع الحديث عن جزء من معنى قوله تعالى: فيه آيات بينات. الآيات البينات التي جعلها الله جل جلاله في رحاب بيته الحرام تبقى آيات بينة تحمل الهداية والخير والدلالة على عظيم ما جعل الله تعالى في بيته الحرام من الكرامات والآيات البينات. آيات تقذف الهداية في قلوب أهل الإسلام، آيات تدلهم على مراد الله من خلقهم وإيجادهم في هذه الحياة، آيات تثبت أقدامهم على طريق الإيمان والعمل الصالح، آيات تجعل من الحجاج والمعتمرين القاصدين إلى بيت الله الحرام على الدوام يجدون بغيتهم من الهداية التي جعلها الله تعالى في هذا البيت العتيق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. آيات فيها من بركة الثواب وبركة العمل وبركة المجاورة والمقام ما يجعل القاصدين إلى بيت الله الحرام لهم حظهم من الإكرام والحفاوة بما يليق بكرم أكرم الأكرمين جل جلاله. تقدم في مجلس البارحة أيها الكرام بعض هذه الآيات البينات، وأن أعظمها إطلاقاً بيت الله العتيق والكعبة المعظمة، ويدخل في الآيات ضمناً ما كان في أجزائها مما خص بالفضل والمكانة والشرف، مثل الركن اليماني والحجر الأسود، ومثل الملتزم والحطيم أو الحجري. وتقدم الكلام أيضاً عن مقام إبراهيم عليه السلام، وكان ختام ذلك في مجلس البارحة الحديث عن الصفا والمروة فيما سمى الله من شعائر الله سبحانه وتعالى. فالصفا والمروة من شعائر الله، والطواف والعمرة والطواف مع السعي جزآن يتم بهما النسك في حج أو عمرة لكل من قصد بيت الله الحرام. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في هذا البيت الحرام ماء زمزم، الذي قد تقدم بكم قصته في نبعه زمن هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام. زمزم هي البئر التي تقع شرق الحجر الأسود في البيت الحرام قريباً من الكعبة. وقد تقدم أن هاجر لما تركها إبراهيم عليه السلام وترك معها وصغيرها جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء حتى نفد ما فيهما من التمر والماء، قامت تبتغي لصغيرها الذي أصبح يتلوى من الجوع، فصعدت جبل الصفا ووجدته أقرب مرتفع يليها، وتطلعت هل ترى أحداً، ثم هبطت منه حتى سعت في الوادي وأتت المروة، وصعدت المروة تنظر هل ترى أحداً، فعلت ذلك 7 مرات. فبينما هي على الصفا في المرة 7 إذ سمعت بصوت فقالت صه، تريد نفسها، تسمعت ثم قالت: أسمعت إن كان عندك غواث؟ فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم، ثم بحث بعقبه حتى نبع الماء وفار، فأقبلت عليه تجمع من الماء في السقاء وتحوضه، فجعلت له حوضاً وهي تقول: زمي زمي. قيل: فسميت زمزم لأجل ذلك، وقيل: سميت زمزم لأجل الصوت الذي كان يتدفق به الماء وهو يفور، فجمع بعد ذلك الماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً. يعني لو لم تحوض عليه بالحوض الذي أحاطت به الماء وهو يتدفق وينبع من ذاك البئر لكانت زمزم عيناً جارية إلى ما شاء الله، لكنها بقيت بئراً ينزع ماؤه بالدلاء لا ينفد ولا ينقطع على مر السنين. فكان بين هذا الحدث العظيم بداية الحياة التي أرادها الله لهذا البلد الحرام،
نشأت الحياة عندما كان هذا الموضع واديا غير ذي زرع كما قال الله في كتابه الكريم، فنبع ماء زمزم ودبت الحياة، لم تكن حياة لهاجر وصغيرها إسماعيل عليه السلام فحسب، بل لهم وللأمة من بعدهم. بدأت الحياة تتسع بقبيلة جرهم التي مرت بهم رفقة منهم، فاستأذنوا في النزول عندها، وألف ذلك أنس أمة إسماعيل فوافقت فنزلوا عندها، ثم استنزلوا أهليهم ومن كان معهم حتى كانت بضعة أبيات جاوروا عند هذا الماء. فانظر كيف أراد الله أن تدب الحياة بهذا الماء بالوادي، فاجتمعت الأبيات وتكاثر الناس، شب إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم وأعجبهم وأنفسهم وتعلم العربية منهم. لما كانت الحياة متسعة ما زالت في ازدياد واستمرار حتى أذن الله لهذه الكعبة أن تبنى، وأمر الخليل إبراهيم عليه السلام بالبناء وإسماعيل عليه السلام يعاونه حتى تم البناء وأذن في الناس بالحج. هناك ابتدأت حياة جديدة. أما الحياة الأولى فكانت نواة لإيجاد مجتمع بشري تدب فيه الحياة في هذه البقعة. فلما كان بيت الله الحرام كانت الحياة العالمية لجميع من خلق الله في هذا المكان، دبت الحياة بالدعوة إلى قصد هذا البيت العتيق حجا وعمرة. أتت الأنبياء فحجوا عليهم السلام وأتوا إلى بيت الله الحرام، وما زال هذا البيت العتيق مهو أفئدة الناس مستجابا لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا ماء زمزم إذن هو نشأة الحياة، فكان ماء مباركا في حرم الله الآمن. على ماء زمزم قامت الحياة في مكة وعمرت سنين عديدة. شاء الله فيما بعد أن اندرست البئر واندثرت وانقطع ماؤها وخفي موضعها، ولم تعد العرب تعرف شأن زمزم لما أراد الله في زمن ما. ثم قدر الله أن يجري هذا الماء المبارك مرة أخرى ويتدفق على يدي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فإنه كان لسيادته في قريش وسؤدده وعزه ومجده كانت له الكلمة. أجرى الله على يدي عبد المطلب حفر بئر زمزم مرة أخرى، فأخرج ما كان فيها من الدفن ومن دفن فيها وما رمي فيها حتى عاد الماء للنبع مرة أخرى. جاءت نصوص شرعية كثيرة يا كرام تدل على فضل هذا الماء وبركته، من ذلك أنه الماء الذي جعله الله غسولاً لصدر نبيه صلى الله عليه وسلم في حادثة شق صدر نبينا عليه الصلاة والسلام الثابتة في السيرة النبوية. وقد ثبت حادثة شق الصدر أكثر من مرة، منها المرة التي كان فيها نبينا صلوات الله وسلامه عليه طفلاً مسترضعاً في بني سعد، لما أخذته حليمة السعدية إلى ديار بني سعد فكان عندهم هناك يتربى بينهم. ثم كانت القصة التي تحكيها كتب السير أن جيء به برجلين فأخذاه فاطرحاه وشق صدره، ثم قام عليه الصلاة والسلام فزعا، فكان هذا سببا جعل حليمة السعدية تعود به إلى أهله خوفا عليه أن يصيبه مكروه عندها. وحادثة أخرى في قصة الإسراء والمعراج، وأنها أيضاً سبقت بشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كلتا الحالتين، وقد قيل إنها ثلاث مرات وقال بعض أهل العلم بل بلغت أربعاً من حوادث شق صدره عليه الصلاة والسلام، في كل تلك الحالات كان قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم يغسل وينقع في طست بماء زمزم لبركته، فنزعت منه علقة هي حظ الشيطان منه، فصف الله قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه التصفية والتنقية تهيئة لما يراد له من الأمور العظام، فكان قلبه عليه الصلاة والسلام قلب بشر لكنه متهيئ لما لا يتهيئ له باقي البشر، فكان يتحمل الوحي ويقابل الأنبياء والملائكة عليهم السلام، فكان هذا تثبيتاً لفؤاده صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حادثة الإسراء:
فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، يعني فتحه، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا، إلى آخر حديث قصة الإسراء والمعراج. فدل الحديث على غسل صدره عليه الصلاة والسلام. في حادثة الإسراء كان شق صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وغسله بماء زمزم، ونقعه في ما ملئ إيماناً وحكمة لأجل أن يتقوى على ما هو ملاق له في تلك الرحلة العظيمة. لقد بلغ سدرة المنتهى، وبلغ موضعاً عظيماً، وكلمه ربه فأوحى إليه بالصلوات، فكان هذا المقام العظيم يحتاج إلى تهيئة عظيمة تناسب ذلك الحدث، فسبقت بهذا الأمر الذي جعله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة من فضائل زمزم وخصائصها التي جعلها الله فيها. وثانيا، يبقى زمزم هذا الماء طعام طعم وشفاء سقم كما وصفه عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال في قصة إسلامه. وأبو ذر، لمن لم يعرف قصة إسلامه، جاء مكة قبل الهجرة باحثاً عن الحق، فبقي متخفياً في مكة يخشى أن تعلم به قريش فتؤذيه أو تضطهده كما حصل مع المسلمين الأوائل بمكة المستضعفين. جاء أبو ذر، وفي قصة إسلامه لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن، سأله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، متى كنت ها هنا؟ يعني منذ متى وصلت مكة؟ قال أبو ذر: قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم، يعني قرابة الشهر. قال له عليه الصلاة والسلام: فمن كان يطعمك؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. هذا يقوله أبو ذر رضي الله عنه، مكث 30 بين يوم وليلة ليس له طعام سوى شرابه من ماء زمزم. وأنتم تعلمون أنه لا يقوى بدن إنسان على الاستكفاء بالماء يشربه دون طعام يقيم به صلب بدنه، لكن هذه زمزم. يقول أبو ذر: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني لم يظهر فيها أثر الجوع، بل ظهر فيه أثر السمن وامتلاء الجسد، ليس من لحم ولا خبز ولا حب ولا شيء من الطعام، واقتصر على ماء زمزم لأجل تخفيه رضي الله عنهم. قال: وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني هي طعام لمن اتخذه طعاما واكتفى به، فإنه مجزئ يكفيه ولا يجد فيه أثرا لحاجة إلى طعام أو جوع. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث صححه الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. فهذه فائدة أخرى، أن زمزم ليست طعاماً فقط يتقوى به البدن، بل هو شفاء من الأسقام والأدواء والأمراض. قال مجاهد رحمه الله: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تريد شفاءً شفاك الله، وإن شربته لظمأ أرواك الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله. وهي هزمة جبريل عليه السلام بعقبه، يعني ضربه بعقبه أو بجناحه حتى نبع الماء من تحت الأرض. قال: وهي هزمة جبريل بعقبه وسقي الله إسماعيل عليه السلام. يبقى السؤال: زمزم لما شرب له؟ يقول مجاهد: إن شربته لظمأ أرواك الله، إن شربته لجوع أشبعك الله، إن شربته كما قال تريد شفاء شفاك الله،
وكثير من الناس يشربه لظمأ وعطش، فيحصل له مراده مما شرب فيرتوي ويزول عنه عطشه وظمأه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من نصف شهر أو أكثر ولا يجد جوعاً، ويطوف مع الناس كأحدهم. أن يتخذ ماء زمزم يا كرام لهذا المعنى العظيم، لهذا المعنى الكبير، وهو صدق النية في شربه. لمن شربه قال عليه الصلاة والسلام: طعام من الطعم وشفاء من السقم. من يستشفي به من الأمراض والأدواء وجد مراده في نيته الصادقة بشرب زمزم. وربما قال بعض الناس: لكني شربته فما وجدت أثرا، وشربته ولا يزال المرض باقيا، وشربته ولا تزال العلل ما بارحت الجسد. والجواب يا كرام أن الفرق الكبير بين من يشربه تجربة ومن يشربه يقينا صادقا. من لم يقتنع ويوقن ويجزم قلبه بهذا المعنى فسيشرب زمزم كالمجرب. تدري كيف يعني تجربة؟ يعني يشرب وينتظر النتيجة، وبعدما يشرب كأسا وكأسين يقول: ما يزال ألم البطن باقيا، ولا يزال صداع الرأس ما ذهب، ولا تزال الأسقام والأدواء. من جرب في أمور الإيمان والغيبيات والعقائد وكل إلى تجربته. نحن في الإيمان والعقيدة مع الله لا نجرب، نحن ينبغي أن نجزم ونوقن. شتان بين هذا وبين من شرب زمزم يقينا صادقا أن فيه مبتغاه كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن بعض من يئسوا من الحياة، من المعاصرين في الحياة المعاصرة وليست من قصص السلف، ممن ابتلي بأمراض مستعصية كالسرطان أجاركم الله، وأخبروا من الأطباء أن حياتهم في الباقي من زمنهم أيام معدودة، فجاءوا منقطعاً كل أمل منهم بالطب والدواء والعلاج، وأيقنوا أنه بقي من عمرهم أيام فوق الشهر أو دون الشهر. وحصل لبعضهم أن جاء مكة مودعا الدنيا، يريد أن يطوف ويسعى ويعتمر ويغادر الحياة ويطلب العفو والمغفرة. فربما جاور بعضهم بمكة أياما، لكنهم من شدة يأسهم من الحياة وانقطاع أملهم من الطب والدواء والعلاج، لما جاءوا إلى بيت الحرام جاءوا والقلوب ممتلئة يقينا وصدق توكل وثقة بما عند الله، فأفضت صدورهم بصدق، فلما دعوا دعوا بيقين، ولما شربوا زمزم شربوا بيقين. كانت العجائب ليست في قصة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا عشرا، أن أحدهم ينتظر الموت فما مات، انتهى الشهر وما زال يعيش في قيد الحياة، عاد إلى بلده وأعاد الفحوص وإذا بالأطباء يجدون أن لا أثر لمرض كان موجوداً يعاني منه أحدهم منذ سنين. لسنا بحاجة إلى سرد القصص لإثبات صدق وحق ووعد يخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. لكن لو شئت أن أضرب لك مثلاً، فإنك عندما تشتكي من صداع الرأس فإنك تعمد إلى بعض الأدوية والأقراص العلاجية، فتأخذ تلك الحبوب المسكنة التي تزول بها آلام الرأس والصداع، بنادول وفيفادول وأخواتها. ما الذي يحصل؟ عندما تبتلع القرص من هذا الدواء فإنك تشعر بزوال الصداع منذ بلع حبة الدواء، أليس كذلك؟ وتشعر بالصداع بدأ يزول منذ أول دقيقتين، مع أن مفعول الدواء طبياً ما بدأ. فما الذي حصل؟ الذي حصل يقين عندك أن هذا دواء لهذا، فلما شربته وأنت موقن أنه علاج له شعرت بالعافية. فرق يا كرام بين من يتداوى بالأدوية الشرعية التي أخبر بها الشرع مجربا ينظر هل يرى من شيء، ومن فعلها موقنا جازما أن الله عز وجل جاعل فيها حظه من اليقين بالشفاء والعلاج وذهاب السقم والأمراض والأدوار. هذا كان ثانيا. أما ثالثا
فإن ماء زمزم خير ماء وبئرها خير بئر، هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. إذا كان هذا الماء مباركا وهو خير ماء على وجه الأرض، فلا مانع أيها الكرام مما يتحرج منه بعض الحجاج، فيسأل أحدهم: هل يجوز التوضؤ من ماء زمزم؟ هل يجوز الاغتسال به؟ هل يجوز الطبخ به وصنع الشاي منه؟ هل يجوز غسل الثياب به؟ كل ذلك لا يمانع منه، فكونه ماء مباركا لا يمنع من شربه والتوضؤ منه والاغتسال به ولا حتى الطبخ به، لكن يبقى ماء مالحا فلا أدري كيف يصنع الشاي به. إنما من حيث الجواز لا شيء يمنع، هو جائز شرعا ولا مانع منه، كونه ماء مباركا لا يمنع من شيء من ذلك، لأن بعض الناس يجد حرجا أريد أن أغتسل بزمزم وأتحرج من إدخاله الحمام أكرمكم الله، كيف أغتسل به؟ كل ذلك لا مانع منه. ويبقى أيضا من خصائص هذا الماء المبارك مشروعية التضلع منه، ومعنى التضلع شدة الشرب منه والاستكثار حتى تبرز أضلاع الصدر من شدة امتلاء الجوف من شرب زمزم. اسمع رعاك الله، يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي أخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وقد مر بك أن معنى التضلع هو كثرة الشرب منه إلى حد امتلاء الجوف بحيث تبرز أضلاع الصدر. يقول بعض أهل العلم: لماذا كان هذا آية على الإيمان ومفارقة النفاق؟ ولماذا لا يقوى أهل النفاق على التضلع من ماء زمزم؟ هم يمكن أن يشرب أحدهم ماء زمزم لكنه لا يقوى على التضلع منهم. قال بعض أهل العلم: ربما كان ذلك لأن ماء زمزم ليس عذباً حلواً بل يميل إلى الملوحة قليلاً، فالإنسان المؤمن عندما يشرب زمزم ويستكثر منه وهو مع كونه يميل في طعمه إلى الملوحة لا يستكثر من شربه استعذاباً له ولا استطابة له، بل يقوده في ذلك إيمانه ورغبته في الوصول إلى ما حف به هذا الماء المبارك من البركات، فيكون التضلع منه دليلاً على الإيمان، وهذا وجه حسن في بيان المعنى. هل يجوز أخذ ماء زمزم ونقله خارج مكة والسفر به إلى البلدان والأقطار؟ يسأله أيضاً بعض الناس ولا حرج فيه. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كانت تحمل ماء زمزم يعني خارج مكة، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما أخرج الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني. ماء زمزم يا كرام بهذه البركات بهذه الخيرات الذي أكرم الله تعالى به ليس مكة البلد الحرام بل جعلها لكل المسلمين، فيبقى القادمون إلى مكة يجدون هذه الآية البينة، آية أن يحفر زمزم وينبع ماؤه منذ آلاف السنين فلا ينضب، وما زالت البحوث المعاصرة تفيد العجب العجاب في شأن هذه البئر المباركة، فإنها على قربها من الكعبة وكون هذا البيت الحرام في قعر واد بين جبال مكة وأوديتها، وكونها أيضا مهبطا لملتقى الأودية، ويبقى زمزم شيئا عجيبا في نبعه. درست البئر وفحصت واجتهد البحث المعاصر في استكشاف عجيبة تركيبة ماء زمزم، فإذا هو شيء فريد لا يساويه شيء من مياه الدنيا ولو كانت من أنقى أنواع المياه وأعذبها. ماء زمزم حسبك أنه ماء جعله الله عز وجل لهذا البيت الحرام سقيا لقاصد البيت الحرام، فلا يظمأ من ورد البيت الحرام. وهنا وجه معنوي بديع يا كرام، كل من أتى مكة وقصد البيت الحرام ولبى وأتى من قريب أو من بعيد لا يمكن أن يظمأ وزمزم عند الكعبة، لا يمكن أن يعطش والماء بحضرته،
هذا المعنى الحسي فيه ارتباط بمعنى معنوي بديع، إن كان هذا محسوسا فيرتوي الظمآن القادم إلى بيت الله الحرام، فالشأن أيضا أعظم أن يرتوي المؤمن إيمانا وحكمة ويقينا وقد قصد بيت الله الحرام. لن ينصرف العبد ظمآنا من البيت الحرام أينصرف محروما بائسا وقد مد يديه وسأل ربه وهو يطلب الرحمة والعفو والمغفرة وحسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ حاشا، كرم الله عز وجل الذي أشبع وأروى قاصدي بيته الحرام له الظن أيضا أن يشبع قلوب عباده التي تطلعت إلى رحمته ويملأها بعفوه وفضله وكرامته، هذا الظن بربنا الكريم سبحانه وتعالى. هذه جملة الآيات البينات أيها الحجاج والعمار في بيت الله الحرام. ويبقى من اتصال الكلام بالكلام أن الآتية إلى حج بيت الله الحرام تبقى من الشعائر العظيمة التي يمر بها ويغشاها ويتعبد لله جل جلاله فيها، عرفة ومزدلفة ومنى، وثلاثتها جاءت في الكتاب الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأضحت هذه المشاعر العظام عرفة ومزدلفة ومنى، أضحت من الشعائر وهي داخلة في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس يعرف الناس عرفة إلا يوما في العام، ومزدلفة إلا ليلة في العام، ومنى إلا أياما معدودات في السنة كلها، ثم تبقى فارغة لا حياة فيها ولا شيء من مظاهر الحياة تدب فوقها، هو يوم واحد بل نهار في عرفة فتجتمع فيه الخلائق. صحيح أن عرفة باقي أيام السنة لا حياة فيها، لكن نهارا واحدا فيها يكتب الله فيه حياة من جديد لألوف مؤلفة، فينصرف الحجيج كأنما ولدتهم أمهاتهم من جديد. عجيب هو شأن هذه المشاعر العظام التي جعلها الله قرب بيته الحرام، منى ومزدلفة داخلان في حد الحرم، وأما عرفات فخارج حد الحرم، فعرفات مشعر وليست من الحرم بخلاف المزدلفة ومنى. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، فسمى الله عرفات في الآية في سورة البقرة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو الجبل الذي يقيم بجواره مسجد مزدلفة الكبير، فالمشعر الحرام هو مزدلفة، فذكرت مزدلفة أيضا هاهنا في الآية الكريمة. ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يقول ابن كثير رحمه الله: كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون، يقصد قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ما معنى الآية؟ يقول ابن كثير رحمه الله: يقف مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون، يقفون بعرفات إلا قريش فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. كانت قريش في الجاهلية إذا خرجت في الحج كل قبائل العرب يقفون بعرفة إلا قريش، فأين يقفون؟ قلنا لكم عرفة خارج الحرم، فكانت قريش تأتي مزدلفة إلى آخر طرف مزدلفة لأنها حرم، فيقفون هناك ويقولون: نحن أهل الحرم في الحج ما نخرج من الحرم، نحن قطان البيت وساكن الحرم. فلما جاء الإسلام ألغى هذا الطقوس الجاهلية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وكانوا يسمون الحمص. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما حج قبل الإسلام قبل النبوة ما كان يوافق قريش، كان يخرج مع العرب فيقف بعرفات ويعرفه الناس فيقولون: هذا من الحمص، يعني من قريش، فما شأنه يقف معنا ها هنا؟ كان عليه الصلاة والسلام يتقفى خطى جده إبراهيم عليه السلام،
ولم يكن يوافق قريشا فيما تنحرف به عن الحنيفية أو تضل به فيما أورثتها عاداتها الجاهلية. يقول ابن كثير رحمه الله: قال البخاري: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع. انتهى قوله تعالى. هذه عرفات ومزدلفة في آيات البقرة، فأين منى؟ لم تسمى منى باسمها في القرآن، لكن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. التعجل والتأخر أين يكون؟ يكون في منى، في أيام التشريق. فالأيام المعدودات المقصودة في الآية هنا هي أيام التشريق. وأيضا قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي أيام منى، لا خلاف بين العلماء أن المعدودات في الآية هي أيام منى وأيام التشريق، والمعلومات تدخل فيها أيام منى أو بعضها على الخلاف في تفسيرها. منى ومسجد الخيف بها، مسجد عظيم تتابع فيه الأنبياء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الطبراني وغيره وإسناده حسن، يقول: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا ممن تتابع على الحج على مر الأنبياء عليهم السلام. ولا يصح ما يقال شائعا عند بعض العوام إن مسجد الخيف فيه قبر 70 نبيا، أو ما يقول بعضهم إن الحطيم أو حجر إسماعيل في الكعبة دفن فيه أيضا 70 نبيا. ليست مقبرة لا في الحطيم ولا في مسجد الخيف، لكنها أماكن معظمة أمها سادات البشر وصفوة الرسل من الأنبياء عليهم السلام. هذه المواقع كلها عرفة ومزدلفة ومنى جاءت في السنة صريحة باسمها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أتاها ووقف بها وبات بها ورمى بها، ودل الأمة على سلوك هديه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. في حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، ليلة جمع هي ليلة مزدلفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هكذا أخرجه أصحاب السنن، واللفظ للترمذي وإسناده صحيح. هذا الحديث جمع المشاعر كلها، عرفة ومزدلفة ومنى. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أبو داود بسند صحيح أيضا: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل مزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. هذه الساعة وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة عند الجبل وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أتى المشعر الحرام في مزدلفة ودعا عنده وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة. ونحر عليه الصلاة والسلام بمنى وقال: منى كلها منحر، يعني مكان ينحر فيه. ثم قال: وفجاج مكة، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، لأن مكة حرم، فحيثما ذبح الحاج هديه أو المضحي أضحيته في مكة أو منى فهي في الحرم، والرخصة في هذا واسعة. هذه المناسك المكانية عرفة ومزدلفة ومنى يأتيها الحجيج معظمين ما عظم الله، فإن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
فالصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى، كل تلك من شعائر الله، والمطلوب تعظيمها، تعظيم عرفة لما كنت واقفا بها، وتعظيم مزدلفة لما مررت وبت بها، وتعظيم منى لما بت ورميت بها. ما التعظيم؟ كما قلنا مرارا، ليس التعظيم هناك بأن تأخذ من تربتها، ولا أن تحمل من حجارتها، ولا أن تمسح ثيابك تبركا بها. التعظيم فيها أن تكون في قلبك تلك المواضع عظيمة، لأن الله عظمها وجعلها مواضع لعبادة عظيمة، هي ركن الإسلام وحج بيت الله الحرام. فلا يراك الله في تلك البقاع مستخفا بعظمتها. ما الاستخفاف؟ أن تجاهر بالمعصية، أن تستخف بالذنب والخطيئة وأنت في تلك البقاع. تعظيمك لتلك البقعة أن تكون فيها معظما بطاعتك لله، أن تجاهد نفسك في الانكفاف عن الحرام، أن لا يوقعك الشيطان في زلة ومعصية وخطيئة، فتكون بتعظيمك لله حاجزا نفسك عن الحرام والذنب والخطيئة، أن تكون معظما لما عظم الله فتقبل على طاعته وذكره ودعائه، والانكسار بين يديه وإظهار الذل والبكاء والخضوع. هذا التعظيم هو المطلوب من جموع الحجيج في تلك المشاعر العظام. من أقام ذكر الله وأدى المناسك فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى تلك البقاع. فماذا كان هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان يغشاه؟ ما مظهره؟ ما هيئته في تلك البقاع؟ ما رؤي إلا ناسكا، باكيا، داعيا، خاشعا، ذاكرا؟ ما رؤي عليه الصلاة والسلام في تلك البقاع إلا منغمسا في معاني العبودية لله جل جلاله؟ هو الذي علمنا كيف نعظم تلك البقاع، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. هذا دليل يا كرام على أن تعظيم تلك البقاع ينبغي أن تكون بملئها طاعة وقربة لله، وأن يشعر المرء فيها بأنه في موضع عظيم، والله قد أكرمه فأتى به وحج، وأتى به فلبى، وأتى به وأحرم. فحاله في تلك المواقف أن يقدر عظيم نعمة الله عليه، فيجتهد في الإقبال على ربه دعاء تضرعا عبادة، وأن يكون أيضا مجاهدا نفسه في الابتعاد عما يزين له به الشيطان أو يوسوس له به من المعاصي والآثام. ذلكم هو التعظيم الحقيقي. تقدم أن مكة أيضا وهي بلد الله الحرام، وهي البيت العتيق، هي أيضا موضع كريم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالحرف الواحد: والله إنك لخير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فكيف بمن جاء مكة وحج واعتمر؟ فكيف بمن أكرمه الله فمشى فوق ثراها ونام عليها واستظل بسمائها؟ أنتم أيها الحجاج والمعتمرون لكم كرامة عند الله أن أتى بكم فوطئتم بأقدامكم أرض البلد الحرام، ومشيتم فوق مهادها، وتنقلتم بين ربوعها، وسلكتم بين فجاجها وشعابها. شعور المرء بشرف المكان يجعله يعيش أعظم أيام حياته على الإطلاق في بلد الله الحرام، أن أكرمه الله فعاش هنا ومشى وتردد وذهب وجاء وأتى. شعورك أنك تعيش فوق أطهر بقعة وتحت أشرف سماء في بلد الله الحرام، ولو كانت أياما معدودات، بل لو كانت والله ساعات محدودة كنت فيها عابرا، أتيت مكة فدخلت وصليت وانصرفت وخرجت منها وغادرت، حسبك أن تدرك أنك أتيت ببقعة ملؤها الإيمان والبركة، وبأجواء ملئت من أصداء الوحي على مدى 13 سنة تنزل فيها جبريل عليه السلام بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كرام، يراد لكل المسلمين رجالا ونساء، عربا وعجما، صغارا وكبارا، يراد لهم كلما دخل أحدهم مكة أن يمتلئ صدره تعظيما، أدبا، إكراما لهذا البلد الحرام. هذا والله يا إخوة من شأنه أن يبعث في داخلك، في قلبك، في نفسك حبك لله وتعظيمك لربك العظيم، أن يبعث في داخلك انتماءك لهذا البلد الحرام والبيت العتيق، وأنك ابن من أبناء الإسلام وهذا بلد الإسلام، أنك ابن من أمة القرآن وهذا مهبط الوحي والقرآن،
وأنك فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مولده ومنشأ صباه وطفولته، وها هنا نزل عليه الوحي وأصبح نبيا، ها هنا قضى صلى الله عليه وسلم أشق أيام الدعوة والنبوة، وهو يجاهد ويصبر ويحتمل كل ما وجد من الأذى والعنت وصل في قريش وأذاها وعدوانها. تدري لما؟ لأجل أن يأتي يوم أنا وأنت فيه نكون مسلمين، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش حياته تضحية وفداء وصبرا واحتمالا ودعوة واجتهادا وجدا، والله ما لحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد. أشهد وتشهدون على ذلك، فصلى الله ربي وسلم عليه. يا أخي، ما شعورك، ما إحساسك، ما إيمانك يوم أن تدخل بلدا ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج فيه في طفولته، وعاش 40 سنة من حياته في منتهى الأخلاق والصدق والأمانة، حتى لا تسميه قريش إلا بالصادق الأمين. أنت الآن في بلده عليه الصلاة والسلام، في مولده عليه الصلاة والسلام، في مرتع صباه وطفولته، أنت في البلد الذي نزل فيه الوحي أول مرة، فأشرقت شمس الأرض بنور الهداية والإسلام. أنت في بلد أشرقت فيه شمس النبوة، وقيل له عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزل فيه قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأمره الله يا أيها المدثر قم فأنذر، وجلس سنين يدعو سرا حتى قال الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. كل تلك المعاني تنبعث في داخلك وأنت تعيش بمكة ما شاء الله لك أن تعيش، يوما، 10 أيام، أسبوعا، والله ينبغي لك أن تمتلئ فيها إيمانا. ونور الوحي هنا تجده في كل بقعة، وبيت الله الحرام والكعبة المعظمة. بالله عليك، هل لاح بخاطرك، هل طاف بإحساسك ومشاعرك وأنت تطوف بالكعبة أن ها هنا مشى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخطى بقدميه الشريفتين، طاف قبل الهجرة وكان يؤذى، وصناديد قريش يهزؤون به ويسخرون وهم يحاولون الاعتداء، والله عز وجل يعصمه، ثم طاف فاتحا عليه الصلاة والسلام، وطاف في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام، وتسعى بين الصفا والمروة مستشعرا أنك في ركاب أمته، ما حظيت بصحبته لكن الله شرفك فصرت من أمته، وجئت اليوم بعد ألوف السنين تقفو أثره وتتبع سنته وتمشي خلف خطواته عليه الصلاة والسلام. هذا ألا يملأ صدرك إيمانا وفخرا وعزا وشرفا؟ ألا يجعلك أقوى بإيمانك فتغلب شيطانك؟ ألا يجعلك أقوى في استمساسك بدين ربك وهدي نبيك عليه الصلاة والسلام؟ والله يا إخوة، هذه قطرة من بحار معنى مباركا وهدى للعالمين، هذه الهداية التي جعلها الله في بيته الحرام. أخبرني بموضع فيه من البركات والآيات على وجه الأرض كما في مكة بلد الله الحرام. يطوف السائحون ويسافر المسافرون، يطوفون الأرض شرقا وغربا، يبحثون عن المتاحف والآثار وعن المدن ذات التواريخ البشرية العريقة، ويرون المتاحف والقصور والآثار وحضارات الأمم البائدة، فينبهرون ويندهشون أن هذا بناء عمره كذا وكذا 1000 سنة، وأن هذا قصر وهذا هرم وهذا قبر وهذا شاهد وهذا كذا وهذا كذا. يا أخي، جعل الله تعالى في بيته الحرام، في البلد الحرام، الكعبة المعظمة، بعد أن كانت وادياً غير ذي زرع، ما أراد الله أن تكون مكة حافلة لا بشلالات جارية ولا بأنهار عذبة ولا بخضرة ونضرة ولا بجو عليل ولا بطقس بديع. ما جعل الله في هذه البلد شيئاً من متع الدنيا وزينتها، ما جعل فيها شيئاً، لكن جعل فيها بيته الحرام، فلا والله ما يساويها في بلاد الدنيا شيء. إن فخرت البلاد وتفاخرت بالشلالات والأنهار، تفخر مكة بزمزم خير ماء على وجه الأرض. عندما يتحدث المسلم عن مكة لا يتحدث عاطفة وحمية فحسب، لكنها كما قال الله فيه آيات بينات، تبقى الشواهد والدلائل والآثار القائمة على مر الزمان
أننا أمة تنتمي إلى الأنبياء الكرام، هذا مقام إبراهيم، وهذا بناء الخليل عليه السلام، ها هنا كانت هاجر، ها هنا نبع زمزم، جاء جبريل عليه السلام، هنا سعت بين الصفا والمروة، هنا تتبع الشيطان اللعين إبراهيم عليه السلام عند الجمرات، وإبراهيم عليه السلام يرجمه يطرده وهو يتقوى بإيمانه يمتثل أمر ربه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يحج أحدنا حين يحج متنقلا بين الكعبة الصفا المروة منى مزدلفة عرفات في غاية من العظمة، يعيش موكبا إيمانيا حافلا، كل ما حوله هنا ناطق أن العظمة أن البركة أن الآيات البينات من حولك تشد من أزرك، ينبغي أن تقوي إيمانك وأن تثبت قدميك على طريق الطاعة. فطوبى لعبد حج فكانت حياته بعد حجه حياة مختلفة، ورحم الله امرأ حج فكان بعد حجه مستنيرا بنور الإيمان. فإن سأله أحد ما شأنك ما حالك اختلفت تغيرت ما عهدنا عنك كذا، فلا حرج ولن يسأل أحد أو يتعجب أحد، ها هو قد جاء للتو من بلد الله الحرام، كان بمكة عاش بها أبصرت عيناه الكعبة، فما العجب، شرب من زمزم فما العجب، تنفس من هواء مكة فأين العجب. يا أخي حق عليكم والله وقد أكرمتم بكل تلك الكرامات أن تمتلئ الصدور إيمانا وحكمة، وأن تعرف القلوب الطريق إلى خالقها، وأن تستمسك بشريعة ربها. ارجعوا رعاكم الله من حجكم كما أنتم تحسنون الظن بمغفرة الذنب وتجديد الحياء وتبييض الصحائف، ارجعوا رعاكم الله دلال خير مصابيح هداية، دل الناس على ما أكرمكم الله به من معاني الهدايا والإيمان في بيت الله الحرام، هنا تتحقق العالمية ويكون بيت الله الحرام هدى للعالمين كما قال الله، ولم يكن للمسلمين فقط، للعالمين، مسلم وكافرهم إنسهم وجنهم للعالمين، جعل الله هذا البيت الحرام هداية. فطوبى لعبد وهنيئا له والله وبشراه إن كان حجه حقيقة منعطف خير في حياته وصفحة فاصلة في تاريخه، وأن يكون قد عرف فيه الطريق، ثم ها هو يجدد حياته من جديد كما جدد الله ميلاده بحجه، فيعود من جديد يصحح الخطأ يقوم الخلل يصوب الانحراف، لأنه قد حج وحق عليه وقد أكرمه الله بالحج ووقف بتلك المشاعر وعاش تلك البركات وأبصر من تلك الآيات ما يعرف به كيف يختم بقية عمره وكيف يمضي تمام حياته، فتكون البركة ليست قاصرة عليه وعلى نفسه وحياته، بل على زوجه وأولاده وأسرته وقريته وعشيرته ومجتمعه وأمته. يرجع كل عام من مكة الألوف المؤلفة إلى ديارهم وأقطارهم بعد تمام الحج، فيعودون وقد اغترفوا من تلك المعاني. فماذا لو عاد كل حاج بما حمل معه من قطرات الهداية ومن بحور المعرفة والبركة والمغفرة والرحمة التي تقلب في أكنافها بمكة وبتلك المشاعر، ماذا لو عاد كل واحد فسقى من حوله من تلك الهدايات وعمهم بتلك الرحمات والبركات، والله لخير يعم بلاد الإسلام. أما شعرتم أن من الحجيج من أكرمه الله فوصل مكة فأدركته المنية قبل الحج فمات ودفن بمكة، ومنهم من حج وأدى المناسك ثم مات ودفن بمكة، ولا نزال نصلي على الجنائز حتى المغرب وربما صلينا عليها بعد العشاء. أخي أما شعرت أن هؤلاء أقوام ساقهم الله من بلدانهم لتكون منيتهم وقبض أرواحهم هنا في بلد الله الحرام، ثم يأذن الله لك ببقية من عمر لترجع إلى بلدك، أترجع ولا أثر لك؟ أتعود إلى أهلك إلى أسرتك إلى حيك إلى قومك إلى مجتمعك ولا شيء يمكن أن تحمله من قبس الخير والهداية والبركات التي ألفيتها هنا في البيت الحرام؟ حق علينا والله يا إخوة، لكل من أحب دينه وحمل هم أمته، أن يسعى
ولو بأيسر اليسير وأقل القليل في بث الهداية والاغتراف من الرحمات والبركات ونشرها ونثرها في الآفاق. تدري ما أضعف ذلك وما أقله وما أيسره على كل واحد فينا؟ أن يصلح حاله، نعم، أن يصلح شأنه، وأن تكون سيرته وحياته بعد حجه خلاف ما كانت عليه قبل الحج. إن كان على خير من قبل ازداد خيرا وهدى، وإن كان على تقصير وتفريط وشيء من الخلل عاد فاستقام وعرف الطريق وثبت. أنت هكذا والله ترسل رسالة وأنت صامت، لن تصعد منبرا ولن تخطب خطبة ولن تنصح ولن تعظ، لكن والله ما أن يبصر الناس فيك تغيرا للأفضل واختلافا نحو الأحسن إلا وقال قائلهم في نفسه: هذا لأنه حج فهنيئا له، ولعل الله أن يكرمني مثله بالحج فأحج فأعرف كيف أقيم حياتي. هكذا تكون رسالة كل من حج إلى بيت الله الحرام وأكرمه الله فأتى. يا كرام، جزء من معنى تعظيمنا لما عظم الله أن يظهر أثر ذلك في دواخلنا، في بواطننا، في قلوبنا، أن نعيش الأيام التي نقضيها بمكة ورحاب البيت الحرام وما حوله من المشاعر العظام مستشعرين عظمة هذه البقاع، نحجم بأنفسنا عن الزلل والخطأ ونرتقي بها بالإيمان والعمل الصالح، فيكون لذلك أثره العظيم. كان السلف الصالح إذا قدموا مكة عاشوا من معاني التعظيم شيئا يظهر في حياتهم بأثر عجيب، حتى إن من السلف من كان يخرج من مكة ولا يطيق سكناها ويستطيب غيرها خشية من أن يقع في معصية فيكون مستخفا بتعظيم حرمة الكعبة. كانوا يرون الوقوع في المعاصي بمكة أمرا عظيما. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان جماعة من السلف، كان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أخطئ 70 خطيئة، يعني بغير مكة، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. كانوا يتأملون قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. أخرجه البخاري. وفي حديث ابن مسعود: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبيا لأذاقه الله عذابا أليما. مجرد الهم، لو عزم على أن يرتكب الإلحاد في الحرم لكان لاحقا به هذا الوعيد لو كان في أقاصي بلاد الدنيا. أهل الجاهلية يا أمة الإسلام، كفار قريش، لأنهم كانوا جيران الحرم، على كفرهم وجاهليتهم وعدم إيمانهم بالله كانوا يعظمون الحرم، وكان لهم تعظيم لهذه البقعة. نعم، كفر ومشركون ووثنيون، لكن كانوا يستشعرون حق البيت الحرام ومكانته. من أمثلة ذلك ما قال الحموي: قال حرب بن أمية: دعا الحضرمي إلى نزول مكة، وكان الحضرمي قد حالف بني نفاثة وهم فئة من حلفاء حرب بن أمية، فأراد أن ينزل خارجا من الحرم، وكان يكنى أبا مطر، فقال حرب: أبا مطر هلم إلى الصلاح فيكفيك الندامة من قريش، وتنزل بلدة عزت قديما وتأمن أن يزورك رب جيش، فتأمن وسطهم وتعيش فيهم، أبا مطر هديت بخير عيش. من مظاهر تعظيمهم للكعبة ما مر بكم البارحة، لما أرادوا بناء الكعبة وتنادوا أن لا يجمعوا فيها إلا درهما من حلال، قال أبو وهب بن عمرو لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب. يا رجل، أي طيب؟ وهم أهل ربا وجاهلية ووأد بنات وكل خطيئة ومكارم كانوا يأنفون عنها، لكن انظر كيف جعل الله في قلوبهم تعظيم البيت الحرام.
نادى فيهم: يا قريش، لا تدخلوا من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد من الناس. من أجل ذلك قصرت بهم النفقة عن إكمال بناء الكعبة، فجعلوا جزءا منه محاطا بهذه الحجارة المسمى بحجر إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن قومك قصرت بهم النفقة عن بناء البيت، إلى آخر الحديث. من مظاهر تعظيمهم، وهذه من غرائب أخبار قريش بمكة، فرضوا على العرب إذا جاءوا للحج، على كل قبائل العرب قاطبة إذا أتت إلى الحج وقدمت مكة، أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم. ومعنى الأزواد كل ما كانوا يحملونه معهم من زاد في السفر، يطرحونه خارج حد الحرم إذا أرادوا دخول حد الحرم إلى مكة، يطرحوا أزواد الحل، وأن يخلوا ثياب الحل ويستبدلوا بها بثياب الحرم، فلا يرضون لأحدهم أن يطوف بالثياب التي جاء بها من بلده، ويرون هذا لا يليق بتعظيم الحرم. فكيف يفعل؟ إما يشتري شراء ثيابا من الحرم من أهل مكة، أو يأخذها عارية، أو يعطى إياها هبة، وكانت قريش تفعل. فإما أن تبيع الثياب، وإما أن تهبها، وإما أن تعطيه عارية يطوف وينتهي ويرد الثوب، فإن لم يجد طافوا بالبيت عرايا. لم يكن طوافهم بالبيت عرايا دعارة، ولا كان مجونا ولا فحشا، لكن كان ينصب إلى شيء من تفكيرهم بنوع من التعظيم للبيت الحرام، وأنه لا ينبغي أن يطوف بثياب الحل التي جاء بها من بلده. هذا تعظيم بغض النظر عن صوابه من خطئه. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9 قبل حجته عليه الصلاة والسلام، أمره أن ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فتبدلت القوانين وعادت شريعة الله هي الحاكمة لبيت الله الحرام. هذه امرأة في الجاهلية كانت توصي ابنها بتقديس الحرم وتعظيم حرمته، فتقول: أبني لا تظلم بمكة، لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور. كانت هذه ثقافتهم، هذا تعظيمهم للبيت الحرام. يا أخي، إن كانوا أهل جاهلية وقلوبهم تمتلئ تعظيما، بالله ما حالنا أهل الإسلام أمة الدين، من أكرمها الله فعرفت ربها وعظمت دينها ومشت خلف سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي رحمه الله: كانوا في الجاهلية من دخله ولجأ إليه أمن من الغارة والقتل، كان الرجل ربما يرى قاتل أبيه عند الكعبة فلا يثأر منه إلا إذا خرج إلى الحل، تعظيما للكعبة وللبيت الحرام. قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرم ومكة من كل صور الجاهلية ولوثاتها، وأبقى تعظيمها عظيما في قلوب أهل الإسلام. وما نزال أمة الإسلام نتعاقب على هذا البيت الحرام جيلا بعد جيل، فلنزرع في قلوبنا وقلوب أولادنا إذا رجعنا إليهم وأبناء الأمة كلها أن هذا بيت حرام، وأن هذه الكعبة هي البيت العتيق، وأن الله جعل لها من الحرمة والمكانة والتعظيم ما ينبغي أن نعظم به أنفسنا وديننا وعبادتنا ونسكنا وحياتنا كلها. لك أن تتخيل معي حاجا قدم مكة، فأدرك مكة أياما قبل الحج وأيام الحج وأياما بعد الحج، فاجتمعت له أيام قضاها بمكة، والله لو أنه عاشها تعظيما عظيما لخرج منها عبدا تقيا. إي والله، سيربي نفسه على الصلاح والتقى، على العفة والطهارة، على النقاء والصفاء، سيرجع من حجه كما أراد الله أن يرجع عبدا تقيا، لأنه عرف الطريق. والذي أعانه على ذلك تعظيمه العظيم لهذه البقعة وتقديسه لحرمة البيت. هكذا هو المراد، أن تدخل مكة فتخرج منها إنسانا آخر، أن تأتيها في حج أو عمرة فتشعر أن ما بيها من الآيات والخيرات والبركات كفيل بأن يزيدك وأن يملأك وأن يعينك. إياك أن يأتيك الشيطان فيجعلك تنظر
إلى من هو غير مكترث بحرمة البيت ولا عظمة مكة، فيقول لك لكنهم يفعلون ويفعلون، ويشير إليك ببعض النقائص مما يصدر عن بعض من جهل هذا المعنى أو غاب عنه هذا المفهوم، فيهون عليك شأن الاستخفاف بالذنب والتساهل في مجاهدة نفسك. إياك، إن وقع غيرك في الخطأ فلا تتبعنه فيه، إن تساهل غيرك أو جهل أو استخف بتعظيم البيت فأنت أولى أن تحجم وأن تمسك وأن تلزم ملزم التعظيم للبيت الحرام. هكذا يا كرام سنبث في الآفاق معنى تعظيم هذا البيت ومعنى قداسته وحرمته. دعوا الدنيا كلها، ترى أمة الإسلام في مكة تعيش طهارة وتعظيما وإجلالا. دعوا موسم الحج يرجع فيه الحجيج بعد حجهم قد ملئت صدورهم تعظيما، قد عرفوا حق الله وحق بيته الحرام. هذا حري والله أن يصلح كثيرا من الخلل في منظومة الحياة وأن يعيدنا إلى سلوك الصراط المستقيم. اللهم فثبت قلوبنا على الإيمان والهدى، وألزمنا طريقة السلامة والنجاة يا أكرم الأكرمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا سميع الدعاء، واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. حججنا ربنا بفضلك، وأدينا المناسك بعونك، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سبقنا فضلك وإحسانك، فأردفنا يا رب بمثله فضلا منك وإحسانا. اللهم آلاؤك علينا كثيرة ونعمك لا تحصى، فأوزعنا يا رب شكرها، واجعلنا مستقيمين عليها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اجعلنا يا رب في خيرة عبادك وخير من تقرب إليك. وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.